راضي عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الأولى لليوم الثاني من هذه الندوة المباركة، ونعتز بوجود معنا الأخ الدكتور عبد الباري مشعل، الأخ الكريم من سوريا، وسيلقي علينا بركة في موضوع مهم جدا هو مستقبل الرقابة الشرعية الإشرافية في المالية الإسلامية. وتعرفون أهمية الرقابة الشرعية بالنسبة للمحافظة على هوية المالية الإسلامية وعلى هوية المؤسسات المالية الإسلامية. دكتور عبد الباري مشعل مدير عام شركة رقابة الاستشارات، وهو خبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية في عدد من البنوك الإسلامية في سوريا والكويت وغيرها، فيتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا الملتقى العلمي الهام، وفي هذه البلدة المباركة إن شاء الله. لازم أقف حتى أرى الحضور، وإذا جلست لا أرى الحضور، فأنتم تعالجوا مشكلة الميكروفون. ممكن أرفع الميكروفون قليلا أو أضع شيء، نعم، أو يكون محمود، أما نحن نجلس هنا ما يرانا الحضور ولا نراه. فأشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذا الملتقى الهام، ونسأل لهم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يتكرر هذا اللقاء العلمي ويتجدد. والمغرب قد دخلت عهد المالية الإسلامية وانتشرت فيها البنوك الإسلامية إن شاء الله. الموضوع الذي نتحدث عنه هو الموضوع المتعلق بهوية المصارف الإسلامية. هوية المصارف الإسلامية أنها تنتسب أو تستند إلى الشريعة الإسلامية،
فهي أمام مفترق طرق، إما أن ترفع الشعار وترفع الشعار فقط وبالتالي تتاجر بالدين وتستغل هذا الشعار دون القيام بواجباته ومستلزماته، أو أن ترفع هذا الشعار بصدق، وهذا الصدق ليس كلاما يقال وإنما هو جهد كبير يجب أن يبذل على مستوى المؤسسات والسلطات الإشرافية في الدولة على مستوى التشريع والتقطير المهني. وبالتالي الرقابة الشرعية هي إطار مؤسسي، إطار تشريعي، إطار قانوني، إطار إشرافي، وليس بعداً وحادياً بأن يكون مثلاً أن يدعي رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يدعي الإخلاص والالتزام الشخصي لنطمئن إلى أن البنوك والمؤسسات أو البنك الذي يشغله هذا الشخص أنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. أيضاً لا يكفي أن يكون لدينا هيئة للرقابة الشرعية تفتي وتصدر أو تصدر الأحكام الشرعية، لأنكم تعلمون أن إصدار الحكم لا يستلزم تنفيذه، فالقضية متكاملة على مستوى إدارة المؤسسة، على مستوى الهيئة الشرعية، على مستوى السلطة الإشرافية. وهذه الأبعاد الثلاثة، إدارة المؤسسة وهيئة الرقابة الشرعية والسلطة الإشرافية، أبعاد متكاملة وبعضها يعضد بعض. إذا ضعفت الرقابة الداخلية على مستوى المؤسسة يحفزها إلى التنشيط من جديد وجود هيئة الرقابة الشرعية، وإذا ضعفت هيئة الرقابة الشرعية في الاهتمام بالمتابعة والتأكد الفعلي من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في المؤسسة أو في البنك، يفترض أن تكون السلطة الإشرافية، البنك المركزي وخلافه من السلطات الإشرافية، هي خط الدفاع الأخير لحماية أحكام الشريعة الإسلامية في مؤسسة قد رخص لها قانوناً أن تعمل تحت هذا الشعار. يجب على السلطات الإشرافية عندما ترخص مؤسسة ترفع شعار الإسلام أو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مسؤولية من رخص لها أن يلتزم أن هذا الترخيص تقوم المؤسسة بمستلزماته وهو التطبيق الصحيح. بعد كم الوقت المتاح حتى نستطيع الرقابة الشرعية في منطقة الخليج وسوريا وفي عدد من البلدان وفي ماليزيا والسودان يعني قطعت شوطا كبيرا، لكن ليس كل تجربة تتمتع بما يجب أن تتمتع به من الالتزام الصحيح، فليس انتشار البنوك الإسلامية في بلد ما قرينة على أن هذه البنوك تطبيقاتها ناجحة، بل ربما دخول سوريا مؤخراً في المصرفية الإسلامية كخيار من خيارات تقديم البنوك للمجتمع، وليس بالضرورة عن إيمان أن هذه هي الخيار الأمثل أو الخيار النهائي للنظام، إلا أنه
دخلت في إطار تشريعي ومهني ملائم أكثر تقدماً من عدد كبير من الدول التي كانت فيها البنوك الإسلامية قائمة منذ سنين طويلة. في هذه الورقة سوف نمر سريعاً وفي حدود الوقت المتاح للتعرف على التصور النهائي للرقابة الشرعية وفقاً لمعيار المبادئ الإرشادية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا المعني بإصدار معايير الرقابة والإشراف، ثم نتدرج إلى أيوفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، ثم ننتقي ثلاث تجارب تتميز بفاعلية السلطات الإشرافية واهتمامها باستكمال الإطار التشريعي والإشرافي للرقابة الشرعية. أبرز تحديات الرقابة الشرعية كمقدمة لحديثنا حول تلك التجارب: عدم مركزية الفتوى ووحدة المرجعية الشرعية للمالية الإسلامية، وهو أن البنوك القائمة في دولة ما كلها تختص بمصدر للفتوى هو هيئة الرقابة الشرعية، وهذا أدى إلى تعدد الفتوى وربما تباينها بشكل كبير، وهذا أدى إلى اهتزاز ثقة الجمهور بأن هنا حلال وهنا حرام، وهذه من أكبر التحديات. فالمستقبل يجب أن يتحدث أو يجب أن يستهدف مركزية الفتوى وتوحيد مرجعية المعايير الشرعية للمالية الإسلامية. الأثر السلبي لتعدد الفتوى بين الهيئات كان ناجماً عن تعدد الهيئات. في الأطر التشريعية القائمة في القوانين نصت القوانين على أن هيئة الفتوى هي تشرع وهي تدقق تراقب ما بعد التنفيذ، فهي تجمع بين إصدار المعيار، إصدار الفتوى، إصدار التشريع، وفي نفس الوقت تدقق عليه، والقوانين التي صدرت للبنوك الإسلامية تنص على ذلك. بعد التأمل من الناحية المهنية نظر إلى أن هاتين المهمتين متعارضتين إلى حد ما، لأن من يملك التشريع قد يغيره تحت ضغط ما يجده من أخطاء في التطبيق، وبالتالي إذا فرضنا أن الهيئة الشرعية قد رأت خطأ في التطبيق بيع ما لا يملك، مؤدى ذلك أو البيع قبل القبض، مؤدى ذلك تجنيب الأرباح وفقا لما اختارته من آراء الفقهاء وهو رأي جمهور الفقهاء، وأنه لا يجوز البيع قبل القبض، ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وبالتالي هذا الربح مصيره التجنيب. فعندما نظرت في هذا الأمر إن أرادت إعمال فتواها السابقة مؤدى ذلك تجنيب الأرباح للأعمال الخيرية وعدم إدخالها في ذمة البنك أو المؤسسة، فإن ما يحصل أو ما يمكن أن يحصل أن تقول نمرر هذه المخالفة على رأي المالكية بجواز البيع قبل القبض في غير الطعام، فهنا أخذت رأياً وأعملته بأثر رجعي، لو غيرت الفتوى للمستقبل لا بأس. هذا التحليل الفني ليس بعيدا أن يقع، لأن الهيئة تملك الفتوى وهي التي تكتشف الخطأ، وبالتالي لا بد من معالجة هذا التحدي. الأمر التحدي الرابع ضعف الرقابة الشرعية الداخلية على مستوى الإدارة. يعني الغالب في المؤسسات أنها ترفع الشعار
لكن لا تقوم بمستلزمات هذا الأمر في الواقع من التنفيذ الصحيح. غياب الإطار القانوني والمهني للتدقيق الشرعي الخارجي، يعني لا يوجد مدقق شرعي خارجي، يوكل الأمر إلى هيئة الرقابة الشرعية، ففي بعض البلدان تسير الأمور بشكل حسن وبعض البلدان تسير الأمور بشكل سيء. أيضا المحاسب القانوني على البنك الإسلامي، هل هو نفسه وإطار عمله ونطاق عمله نفسه على البنك الإسلامي والبنك الربوي، أم هو يجب أن يضيف إلى المعايير التي يتأكد منها معايير الشريعة، لأنه هو يحكم بصحة البيانات المالية، وهل الحكم بصحة البيانات منفصل عن أن تكون نشأت بطريق مشروع؟ هذا من التحديات التي يجب أن نصل إليها على مستوى المحاسب القانوني. معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية يضعنا في الصورة الكاملة للوضع الذي يجب أن نصل إليه. هذه الصورة تفرض لنا مرجعية عليا، يقول يجب أن يكون هناك هيئة عليا على مستوى السلطة الإشرافية للقطاع ككل. هذه الهيئة تخدم على البنك المركزي وعلى باقي المؤسسات المالية الإسلامية، بمعنى أن مصدر الفتوى في القطاع المصرفي هو هيئة عليا، حتى يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل غياب الهيئة العليا يجب على البنك المركزي أن يأخذ الاجتهاد المجمعي في الحسبان كاجتهادات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، يأخذها في الحسبان فيما تغطيه من معاملات، ويبقي الفرصة للهيئات الشرعية أن تعمل فيما لم يكن في اجتهاد مجمع. الأمر الآخر، مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا يؤكد على أن هيئة الرقابة الشرعية تفتي وتدقق، لكنه كما ترون في الشكل على يمين مجلس الإدارة هناك هيئة الرقابة الشرعية المعينة من الجمعية العامة، يقول تفتي وتدقق، لكنه يتحدث عن طلب مباشر بأنه لابد من التفكير أو لابد من استحداث مكتب تدقيق مرتبط بالجمعية العامة كما ترون على يسار الشكل، بمعنى أنه يريد أن يرتقي بتطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية، كما أن البنك له محاسب قانوني مهمته التدقيق المالي مرتبط بالجمعية العامة، يجب أن يكون مكتب تدقيق شرعي يعين من الجمعية العامة وتقريره للجمعية العامة، خلاف هيئة الرقابة الشرعية التي تفتي وأغفل قضية لها أن تفتي وتدقق، لكن لو ضعف التدقيق لأن الهيئات غير مؤهلة للتدقيق، هي مؤهلة للفتوى وغير مؤهلة للتدقيق، فلا بد من أن نحمي وظيفة التدقيق بوجود مكتب تدقيق شرعي خارجي مستقل يعين من الجمعية العامة ويقدم تقريره عن مدى التزام البنك إلى الجمعية العامة. هذه الصورة المثلى يدافع عنها مجلس الخدمات على أنها يجب أن تسير التطبيقات باتجاه تحقيقها. على المستوى الداخلي مجلس الخدمات يطالب أن يكون تحت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، يطالب بأن يكون هناك أمين هيئة سكرتير لهيئة الرقابة الشرعية، يكون حلقة الوصل بين هيئة الرقابة والبنك، يطالب بأن يكون هناك تدقيق مالي وتدقيق شرعي مستقل عنه بوحدة مستقلة داخلية، ويطالب أن يكون هناك التزام إدارة امتثال أو التزام، ويضاف إليها إدارة امتثال.